أهلا وسهلا متابعي قناة مع فاطمة من جديد. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي عاد التحقوا بنا. تنقول مرحبا بكم في قناة مع فاطمة، وما تنسوش علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم ديما الجديد إن شاء الله. ونتمنى المحتوى ديال قناتنا للإعجاب ديالكم، والأماكن السياحية اللي تمشي لها وتنصوها لكم حتى هي تعجبكم، ونفيدكم شوية بالتعريف بهذه الأماكن إن شاء الله. مازال أماكن أخرى جاية في الطريق بإذن الله. حطيت فيديو ديال مير لفت، شاطئ إيمين تروالي كاين في السونتر ديال مير لفت، ووعدتكم فيه أنني غنحط لكم شاطئ آخر اللي 700 لمير لفت، هو شاطئ سيدي محمد بن عبد الله اللي غادي اللي دابا. وكيعد على السونتر ديال مير لفت غير بكيلومتر ونص، يعني قريب، حيت مير لفت فيها ثلاثة ديال الشواطئ معروفين. كاين شاطئ إيمين تربالي حطيت ليكم، اللي ما شافوش غنخلي الرابط ديالو في صندوق الوصف. كاين شاطئ أفتاس، هو ما مشيتش ليه، كنت فيه ديجا ولكن ما مشيت صورتو صراحة، حيت هذيك البلاصة معروفة بالناس اللي من عشاق الصيد، كيصيدو فيه الحوت في ذاك المكان. وجاني ماشي بعيد ولكن ديك البلاصة يعني خاوية شوية، وانا مشيت بوحدي يعني ما مشيتش مع شي حد يعني مشي معايا لديك البلاصة، عليها فضلت نمشي غير البلاصة اللي هي عامرة باش نصورها لكم. صورت شاطئ يمين تركوا، وصورت هاد الشاطئ ديال سيدي محمد بن عبد الله اللي قلت كيبعد على السونتر ديال مير لفت بكيلومتر ونص. الشاطئ اللي هو زوين، هذه هي الطريق ديالو، كتملي كتجي من اكادير كتمر على تيزنيت، من تيزنيت لمير لفت، كتبعد مير لفت على تيزنيت ب 42 كيلومتر، وطريق كبيرة، طريق ليزات من سيدي إفني، ليزا الكلميم، ليزا بوجدور، طاطا، العيون الداخلة، يعني طريق ديما عامرة. كما تبان لكم في الفيديو، حنا في السونتر ديال شاطئ سيدي محمد بن عبد الله اللي فيه منظر زوين. وباش زوين بزاف انه قريب للديور، الديور اللي كاينين ديال الكيرة، الشفق ديال الكيرة، كتقطع غير الشنطة كتهبط للبحر. بالنسبة للناس اللي كيجيبو وليداتهم يعني متيبغوش يستعملو ترونسبور بزاف ولا يدي بلاصة كل مرة لشي بحر اللي هو بعيد، هذا قريب، يعني هذا قريب. في نفس الوقت سمير لفت جاية في السونتر، يعني ممكن تدوز أيام هنايا، وكذلك تمشي تمشي لأكلو، يعني شاطئ أكلو تاهو تشوفو قريب، راه حطيت الفيديو ديالو تاهو في القناة. غادي تشوف تيزنيت اللي غتمر منها حتى هي، الفيديو ديالها حطيته في القناه، غنخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف. غتشوف الجزيره اللي ان شاء الله في القريب غتبع هذا الفيديو، هذا غادي نخلي لكم الفيديو عليها تشوفوها، الجزيره اللي هي رائعه جدا، وقريبه كذلك سيدي إفني، يعني كلشي هاد المناطق ممكن تشوفهم الا جيتي لمير لفت، حيت مير لفت جايه في الوسط. هادو هما الديور ديال الكيران تيبانو لكم، كاينين اللي جايين هنا في الجبل كيطلعوا على البحر، كاينين اللي كاينين لتحت، يعني كل واحد كيختار المكان اللي كيعجبو. بالنسبه للاثمنه ديال الشقق، اثمنه مناسبه جدا، كتراوح ما بين 200 درهم حتى 350 درهم. شقق يعني فيها كلشي، فراش، وفيها فيهم تلفازات، ثلاجه، يعني كلشي موفر فيهم. هذا هو شاطئ سيدي محمد بن عبد الله اللي تيبان لكم، شاطئ زوين، وراه شتي الديور، صورت لكم، درت دورة فاش كنصور، صورت لكم الديور والبحر، يعني راه قراب، كتكون في الدار تيبان لك البحر شكون اللي فيه، يعني الشخص ممكن تقشعو من الدار عندك في الفوق. شاطئ سيدي محمد بن عبد الله فيه الحوانت، يعني كاين الفران، كاين اللي ريستو، يعني كلشي موفر فيه. واهم حاجه اللي يعني كاينه في شاطئ سيدي محمد بن عبد الله هي الامن والامان، بحكم انني في العطله الصيفيه ديالي كنمشي بزاف لهاد المناطق هادو ديال تيزنيت، وكنزل في شاطئ سيدي محمد بن عبد الله، كنزل في مير لفت، ما عمرني شفت شي حاجه خايبه الحمد لله. الساكنه ديال شاطئ سيدي محمد بن عبد الله من اطيب خلق الله، يعني الناس مصوبين، كاين الاحترام، الله يعمر لهم الدار، وكيف قلت الامن والامان موجود الحمد لله.
شفتو كي تيبان ليكم المنظر، الطيور تيبانو في الجبال، كاينين طيور اخرين على الطريق وها البحر يعني قريب جدا. كاينين عائلات تيجلسو حتى العشية، يعني كيهبطو كاسكول كيهبطو حتى العشاء كيتعشاو هنايا حيت يعني تيبان مضوي بالليل. تيريحو حدا البحر، كينزلو يدو وليداتهم، يعني منظر زوين بزاف. وتحية لساكنة سيد محمد بن عبد الله اللي تنحيهم بزاف، وكيتسناو ننزل هاد الفيديو هذا. فاش عرفوني عندي قناة وكنصور، تساعدوا معايا بزاف وكيدعوا معايا بالتوفيق والنجاح، تيقول لكم شكرا لكم. وتيقول لي واحد الكلمة حيت بحكم انني كنمشي لهذه ما، تيقول لي راه انت كنعتبروك من العائلة. حتى انا تنقول لكم راكم في قلبي، راني كنعتبركم حتى انا من العائلة. وتحية لكم، ديديكاس لكم كاملين ساكنة سيد محمد عبد الله، ديديكاس للصديق دياولي اللي هما من هاد المنطقة هذه، اللي يلاه كنمشي من البداية ديال يلاه أول مرة كنمشي لمهير اللبس، تيكونوا معايا هما اللي وراوني أماكن اللي نمشي ليهم، وتيخرجوا معايا ودوزت معاهم أوقات جميلة جدا. تيقول لهم تحية لكم كاملين، تحية كذلك للعائلات اللي كانت عندهم تماك، تحية كاع اللي شاف هاد الفيديو هذا، تحية للشباب سيدي محمد بن عبد الله، ساكنة سيدي محمد بن عبد الله، يعني الناس الله يعمر ليهم الدار، شت فيكم غير الخير. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم، نتمنى تستمتعوا بهاد الجولة اللي درت في شاطئ سيدي محمد عبد الله وشاركتها معكم. وكنتمنى الأماكن كاملين اللي شاركت معكم يكونوا عجبوكم، والجديد جاي إن شاء الله، جايين أماكن أخرى بإذن الله. وكتفرحني التعليقات اللي كتوصلني من عندكم، يعني كيشجعوني وكيحفزني أكثر أنني نخدم على القناة وأنني يعني نشارك معكم أي مكان مشيت ليه. شكرا لكم على المتابعة الدائمة، وغنخليكم تشوفوا شاطئ سيدي محمد بن عبد الله، فرجة ممتعة للجميع. Thank you.
هنا كينتهي الفيديو ديال اليوم اللي كان على شاطئ السيد محمد بن عبد الله اللي تابع المركز ديال اللفت كيبعد عليه بكيلومتر ونصف. بالنسبه للفيديو ديال مير اللفت سنتر شاطئ مينتوكا وشاطئ اكلو ومدينه تيزنيت المشافرون غنخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاهل والاحباب. الفيديو المقبل والجديد المقبل ان شاء الله يكون على شاطئ الجزيرة الرائع جدا. خليكم في امان الله، الى اللقاء.